شوفي انا بغيت نقول لك واحد الحاجه بان الفيلم كيستحق المشاهده، لان من غير بان اخذ بزاف ديال الجوائز عالميه، ولكن فيلم كيهضر على الموضوع اللي هو المراه، المراه هو الموضوع ديالو، دونك يستحق بزاف ديال المشاهده. وانا فرحانه لسناء وفخوره بها، وما عرفتش فاش تهضروا لي على سناء الهضره كتحبس، ما كنعرفش كتسالي لي الكلام وكتسالي لي الهضره. الله يوفقها والله يحفظها، وانا فرحانه للتميز ديالها. شوفي انا اولا فرحانه لان وليت التحقت باسره وكاله المغرب العربي للانباء. كنشكر لاماب لان تقت فيا، كنشكر السيد خليل الهاشمي اللي عطاني هذه الفرصه باش نبان مره اخرى الجمهور المغربي من خلال برنامج عالم شهرزاد اللي كنستضيف فيه فنانين سياسيين ورياضيين، كيكون المرور ديالهم حقيقي. هذا هو اللي كيميز عالم شهرزاد، لان كيجيو كيهضروا من قلبهم، وكل مره قصه ما كتشبهش القصه، وكل فنان ولا كل ضيف كيعاود قصه لاول مره كيسمعها الجمهور. اجي نقول لك واحد الحاجه، والله الا بصح فسافاس، شوفي انا فسافاس كنشكر بزاف شاده، قناه شاده، انا شاده صحابي راه ما ضربتش معاهم، راه عزاز عليا وتنحماق عليهم، باقي كنمشي عندهم من الان. كنشكر شاده لان عطاتني فرصه باش نكون شهرزاد عكرود اللي كاينه في السوق الاعلامي اليوم. هذا اولا. ثانيا، قبل فسافاس ما كانوش هاد البرامج، تمر فسافاس عاد ولاو، ما كانش شي واحد كيجي وتيهضر بالانسان، تمر فسافاس. دونك انا قلت لهم بلا ما تقلدوني، لان الاصل المصيبه كيكون التقليد ديال صافي ما كاين مشكل. يلاه لو بالون اي لي غون بور تو الموند، شاكان جو ا سا مانيير، الكره دايره لكل شيء، كل واحد كيلعب الطريقه ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.